صحيح، يعني ما فيش حاجة هنا ولا هنا. مظبوط. كابتن بلال، يمكن اتكلمنا على الحلول الهجومية في الشوط الأولاني، وقلنا الشوط الثاني إيه اللي المفروض يحصل، ولكن كابتن أسامة هيتكلم عن انطلاقات ديانج. بس أنا مثلا يعني إن شاء الله لما نجيب بعض اللقطات، أنا كلاعب كورة وأنا معايا الكورة وشاق ومكمل لحد ال 18 او لحد نص الملعب الفريق الثاني، انا كمان محتاج من الناس اللي قدام ان هي تسهل لي الماموريه. يعني احنا في كذا موقف شفنا ديانج بتقطع منه كوره او خلاص مش لاقي حل من الحلول، ولكن احنا كمان شفنا يعني بصراحه تحركات غير جيده من الخط الامام. بص يا كابتن، شوف انت في الماتشات اللي زي دي طبيعه الحاله دي يكون عندك بلان بتشتغل بيه كويس. البلان اللي تشتغل بيها في الماتشات اللي زي دي، يبقى لو انت وضعك بالشكل ده يعني انت عندك اجهادات، عندك تعب، عندك مشاكل بدنيه، يبقى انت بتلعب على هجمه مرتده سريعه. تمام؟ يعني كوره من الكرات بتبقى حل من الحلول. يعني اللي بيحصل او اللي كان بيحصل في الماتش انك انك عايز تشتغل بال 30 40 متر اللي بيشتغل بيهم ديانج، يقطع ويروح 30 40 يارد. مطلوب من الاثنين المهاجمين ان هم يتحركوا بشكل، او الثلاثه اللي قدام يتحركوا بشكل جيد. يبقى في يعني الشفتات اللي بتحصل او السويتش اللي بيحصل، من ما حصلش الكلام ده، لان الدور الاساسي بتاع ديانج مش هو ده. هو بيعمل دور استثنائي بالنسبه له، اللي هو انك تقطع وتشتغل بكره انت يعني لوحدك 30 40 متر، فمحتاج ان راسين الحربه يكون او راسات الحربه تكون محضره. تمام؟ الكلام ده ما حصلش النهارده، لان راسات النهارده الخط الامامي يعني بدون يعني بدون مجاملات اداؤه كان بره النهارده خالص. يعني اداؤه كان سيء جدا جدا. الثلاثي الامامي حتى تم تغييرهم، الثلاثه اللي قدام اتغيروا، يعني عبد القادر اتغير وطاهر اتغير وشريف اتغير، الثلاثه اللي قدام الاداء بتاعهم ما كانش افضل شيء النهارده مع النادي الاهلي، لا من بدايه المباراه ولا حتى نهايه المباراه، حتى مع المجهود والتعب. يعني ما حسيناش برضو ان عندهم الرغبه لتسجيل الاهداف. التحركات النهارده ما عجبتنيش الحقيقه. النهارده لو جيت تبص على الثلاثي الامامي، ما فيش مره حصل تغيير في الاماكن ما بين عبد القادر وطاهر وشريف، كل واحد ثابت في مكانه. ده معناه ان في حاله من الاجهاد شديده موجوده عند اللعيبه دي، تمام، او ان هو الدور اللي بيقوموا بيه كلعيبه بقى دور بتاع اللعيب نفسه، مش الدور الموكل ميك او الدور اللي بيديك في المدير الفني، انت ما قدرتش تقوم بيه بالشكل المطلوب. لان وضع طبيعي وانت بتشتغل بالشكل ده 3 4 3 ان يبقى في سويتشات، في تغييرات في الاماكن. هتخلق ازاي مساحه؟ هتخلق ازاي مساحه لنفسك؟ هتخلق ازاي فرصه لنفسك الا اذا اتحركت؟ تمام. شريف راح مره على الطرف، عبد القادر ضم لجوه، يعني ما شفناش. حتى عبد القادر الماتش اللي فات بتاع الهلال كان بيدخل لجوه وقت كتير جدا جدا، وكان طاهر بيطلع لبره وشريف بينزل لتحت، كان في تحركات عشان تقدر تخلق لنفسك مساحه. النهارده التحركات دي ما كانتش موجوده. انت بتتكلمني في كوره لديانج، انا بكلمك طول الماتش بقى. انت بتتكلم على كوره المفروض ديانج اخترق بيها، فكان الطبيعي ان شريف يفتح ومعاه الناحيه الثانيه مجدي قفشه يفتح الناحيه الثانيه عشان خاطر يديله يعني يديله كده اي فرصه بالنسبه له ان يشتغل معاهم، يحط هو الجول. لا، انا بكلمك في طول الماتش، طول الماتش التحركات كانت سيئه جدا من الثلاثي الامامي. مباراه النهارده التعادل دي من وجهه نظري هقول زي ما كابتن اسامه قال، يعني تعادل مستحق. انت بتلاعب فرقه جيده بس بدون انياب. يعني صحيح. فرقه الهلال فرقه جيده جدا، بتعمل شو حلو، بتمتلك الكره بشكل كويس، بيلعبوا على طرف، لكنها بدون انياب حقيقيه. بس هي ماتش سان داونز، في سان داونز كانت اخطر وكانت افضل من النهارده. عارف ليه؟ لان هو بيلعب على هجمه مرتده سريعه برضه. هو عنده الثلاثه اللي قدام على فكره عندهم سرعات وعندهم قوه، يعني راس الحربه بالنسبه له قوي. تمام؟ محطه كويس، رقم 9 لعيب سريع، 36 لعيب هايل بيمسك كره تحت رجله برضه ولعيب سريع. فلما تدي له مساحه النادي الاهلي النهارده الميزه، وهم واحنا تعبانين ما ادتش مساحه في الحته في الخط الخلفي. انت النهارده بص النادي الاهلي بيدافع منين؟ بيدافع من 18 تقريبا، قدام ال 18 بخمسه سته يارده، عشان ما يبقاش فيه فجوه، عشان ما يبقاش فيه صراع ما بين اللعيب، ما بين دفاعك وما بين الهجوم. بالظبط، تديلوش فرصه انه يروح. الكره الوحيده اللي اتلعبت في هجمه مرتده سريعه طلع عليها على لطفي واشاد بيها كابتن، واشاد بيها كابتن اسامه، دي الكره الوحيده اللي اتلعبت كهجمه مرتده سريعه منظمه من الهلال. مظبوط. هم قدام في برضه عشوائيه شويه في الاداء، انهاء الهجمه، انهاء الهجمه. مزبوط. يعني كان في 3 على 2 موقف ان حسين الشحات رجع وعمل فاول. الطبيعه دي تقريبا ده كانت طبيعيه، دي ممكن لو اتلعبت بشكل كويس جول. هو ممكن ما يكونش صدق نفسه ان هو وصل للحته دي بالشكل ده، لان انت طول الماتش انت بتدافع من زون، بتدافع من قدام ال 18، فما بتديش مساحه لفرقه الهلال. ودي الحاجه الوحيده النهارده
او الحاجه الجيده اللي اجت فيها لعيبه النادي الاهلي النهارده، انك ما اديتش مساحه للعيبه دي عشان فرق السرعات. هم في فروق سرعات عند لعيبه الاهلي النهارده، بس انت قدرت يعني تشتغل في الحته دي كويس، لانك انت كنت بتدافع دفاع منطقه، ما هاجمتش وابتديت تدافع من نص ملعبك او ابتديت تضغط عليهم، فبالتالي سبت مساحه لعيبه الهلال. الاداء الهجومي بتاع النادي الاهلي النهارده مش جيد، حتى طرفين الملعب بتوعك علي معلول ومحمد هاني، انت بتلعب 3 4 3 يعني في الحاله الهجوميه بتتقدم، بيبقى عندك اثنين الباكين بتحول له اثنين وينجين، تمام؟ فالمفترض يبقى في كروسات كتير، عرضيات كتير، ما شفناش النهارده برضو عرضيات كتير من علي معلول ومحمد هاني، فمش عايزين اللوم ممكن يبقى على الثلاثي الامامي، ولكن المسانده برضو من نص الملعب ومن الاطراف ما كانتش موجوده النهارده.